اهلا اهلا بنجمتنا الكبيره. ايه يعني هل ايه وحشتك للدرجه دي مش قادره تصبري لغايه لما نتقابل؟ طب هسيبكم لوحدكم. خليكي، انا عايزاكي تحضري الكلمتين دول. بص يا طارق، انا ما خرجتش من هنا كل اللي بيننا منتهي تماما، هطلع من هنا على اسم، هعمل لك قضيه كبيره وخلي مصر كلها تتفرج علينا. كويس كويس قوي، خطوه كويسه قوي. بس خليني ابعت معاكي تيمور الاسم عشان يسهل لك الاجراءات هناك. اوكي، انت معمول من ايه؟ انت ما بتحسش؟ ذنبه ايه الراجل اللي مرمي بين الحياه والموت في المستشفى؟ ذنبهم ايه الناس اللي خسروا بسبب الحاجات اللي انت كسرتها؟ انت بتعاقب الناس على اساس ايه؟ هو انت فاكر انت ربنا؟ يا اخي مدفوق مدفوق. اعمل لك ايه تاني عشان تحس ان انا مش عاوزاك؟ انا مش عاوزاك. اعمل لك ايه عشان تفهم انت ما عندكش احساس؟ ما عندكش كرامه؟ ما هي دي غلطتي ان انا عملت قيمه لواحده رخيصه زيك. تعالي هنا. اوعي. عايزه تروحي لاسم يا نهال؟ اوكي يا ماما، تعالي نروح لاسم مع بعض. يلا عبي اطلعي. علي هنا بتهدديني اسم؟ ها، مره تقل لي ادبك في الشركه ومره في البيت. تعالي هنا، قومي قومي امشي. طب عنك انت. طيب لا لا لا، انا بحب اعمل حاجتي بنفسي. طب هنسافر ازاي؟ هناخد قطر. هو في قطر بيطلع دلوقتي؟ كان في قطر بيطلع الساعه 4 الفجر، مش عارف بقى شغال ولا لا. يا انا ما ركبتش قطر من هنا في سنك. انا بقى كل خوفي سيب سيب، كل خوفي نطلق بيك في المحطه وتزف بيك لغايه القاهره. ثانيه واحده بس ابص على النت على القطوره. في قطر بيطلع 5 الفجر. طب يلا بينا. سيب 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 الشنطه سيب الشنطه. التمثيليات الرخيصه دي ما تتعملش عليا انا، والست المحترمه اللي انت رايحه تعملي عليها الحوارات دي ما تعرفش الاشكال اللي زيك بتتعامل ازاي. لكن انت مصره تشوفي الوش التاني. اوكي يا نهى، احنا هنطلع على بيت الجونه وهتحبسي هناك، مش هتخرجي غير لما تتعلمي الادب. ها ها.